ودلوقتي حضراتكم في كلام مهم في الغربال من صاحب الذهبية إلى هرم الكرة المصرية. كابتن رابح مجر النجم الجزائري الكبير صاحب الكرة الذهبية في أفريقيا وواحد من أفذاذ الكرة العربية اللي ليهم تجربة احترافية كبيرة جدا، واحد من نجوم محاربي الصحراء الكبار، عمل حوار مهم جدا هذا الأسبوع في مجلة الأهرام العربي بيقول فيها ظلموني وكرة ذهبية واحدة لا تكفي. محمود الخطيب هرم الكرة المصرية والأهلي في عهده مختلف. سئل رابح مجر خلال مشوارك الطويل في الملاعب حظيت بحب كبير من الجماهير العربية والأفريقية وصداقات عديدة من لاعبي جيلك في مختلف بلاد الوطن العربي، من أقربهم إلى قلبك؟ قال رابح مجر في الحقيقة علاقتي طيبة وجميلة مع عدد كبير من نجوم الكرة الأفريقية والعربية وأحرص على التواصل معهم باستمرار، لكن يبقى محمود الخطيب صاحب مكانة خاصة في قلبي، فهو على المستوى الشخصي والإنساني صديق عزيز جدا، أما على مستوى كرة القدم وتأثيره فيها فأنا أعتبره هرم الكرة المصرية، إضافة إلى كونه لاعبا فذا واستثنائيا فإنه من الناحية الإدارية رئيس ناجح للنادي الأهلي، وقد تطور النادي في عهدي بشكل كبير خصوصا فريق كرة القدم الذي قدم مردودا رائعا في الفترة الأخيرة خصوصا في كأس العالم للأندية التي نال فيها الميدالية البرونزية ومن قبلها استعادته لعرش الكرة الإفريقية والفوز بدور الأبطال بعد غياب 7 سنوات. وقال رابح مجر لقد استطاع الخطيب أن ينقل خبراته الكبيرة في الملاعب إلى لاعبيه فساعدهم على النجاح والتحلي بروح قتالية وعقلية الانتصار بشكل مستمر. وبيقول الأهلي بالمناسبة يمتلك لاعبين مميزين لديهم القدرة على تكرار الإنجاز الإفريقي والفوز بدور الأبطال في الموسم الحالي، وهذا تحد كبير جدا لصديقي محمود الخطيب، أتمنى أن يوفق فيه يا رب. لكن هذا معناه إيه؟ تاني وتالت ورابع الخطيب في مناسبة اليوم عالمي من أجل إسقاء الروح الرياضية ونشر ثقافة التنافس الشريف يحظى بهذه المكانة وهذا التقدير. النادي الأهلي على لسان أساطير الكرة، أديك شفت رابح مجر وهو يتحدث عن قيمة النادي الأهلي خصوصا في وقت الكابتن محمود الخطيب. طب الكابتن محمود الخطيب نفسه إيه في وسط هؤلاء يعبر واحد من أهم اللعبة في التاريخ الإفريقي إن الرجل ده هرم الكرة المصرية؟ هذه هي المكانة اللي مش مشغولين إحنا إن إحنا نأكدها، لأن الحقيقة المجتمع المحلي والدولي والإقليمي كله بينصفك مش مديك فرصة إنك أنت يعني تحاول إنك تلمع أي يعني مكانة ليك كنادي أهلي وكرموز للنادي الأهلي في الوقت اللي غيرك منشغل طول النهار في التشكيك في بتكلم مين؟ ما أنت لما تتكلم مين؟ ما هو أنت بتكلم المجتمع الدولي، المجتمع الدولي عارف النادي الأهلي وكل اللي بتقوله ده يعني إن ما كانوش بيضحكوا عليه مش هيعلم عنده خلاص؟ يبقى أنت بتكلم مين؟ جمهور الأهلي؟ جمهور الأهلي عارف فرقته. الجمهور المصري بشكل عام، الجمهور المصري بشكل عام قدامه الحقائق بيقدر يفرز. انت بتكلم فئة من جمهورك، حتى جمهورك انت مش بتكلمه لان كتير جدا من هذا الجمهور زملكاوي الذي يناقش الامر بعقلانية عندما التقيهم يعني بيعترفوا لي ان يعني عندكم حق. الحقيقة تظهر حتى على لسان النجوم اللي هم يروجوا لفكرة المظلومية وان اشمعنى الاهلي ولو كان الاهلي كان الاهلي بتاع ايه. احنا ارجو ان الفقرات اللي انت حاططها يبقى فيها مجال نشرح بالتفصيل هذه النقطة.